التاريخ أعظم معلم للبشرية، فيه الحكم والعبر وفيه التجارب والسير، منه نعرف الصواب فنتنبأ ونعرف الخطأ فنتفاداه. التاريخ هو الأساس الذي تبنى عليه البنيان الشامخة، هو الأصل الذي منه تتفرع الفروع. التاريخ هو مصطلح شامل يتعلق بالأحداث الماضية بالإضافة إلى الذاكرة واكتشاف وجمع وتنظيم وعرض وتفسير المعلومات حول هذه الأحداث. يطلق على العلماء الذين يكتبون عن التاريخ اسم المؤرخين. قال المؤرخ والباحث الدكتور دتشاسا أبابا في مقابلة له مع هيئة أمهر الإعلامية أنه علينا أن نأخذ دروسا وعبرة من التاريخ وتعليمها لأجيالنا. يلعب التاريخ دور أساسي في الفكر الإنساني لأنه يضم العديد من المفاهيم القوة البشرية، كما أنه يسمح لنا بمعرفة العلاقة بين السبب والنتيجة. ودراساتنا في إثيوبيا، الدراسات العليا والجامعات وغيرها يجب أن تكون متناسقة مع تاريخنا وثقافاتنا، حيث كان أجدادنا يقومون بتعليم التاريخ الإثيوبي لأبنائهم الطلاب بشكل مستمر لكي يتمكنوا من نقله إلى الأجيال القادمة بدقة. ራሳቸውን እዛ ውስጥ ሳይስገቡ ፍጹም ገለልተኛ ነጻ ሆነው واضاف ايضا انه علينا ان نتعاون في بناء دوله مناسبه للعيش ويجب ان تكون عمليه الحفاظ على التاريخ وسيله نتفاخر بها بين شعوب العالم. تاريخ المنمر براسه غب አይደለም تاريخ غبአት ነው ተግባብተናል ወይ أن يتعلم المرء عن تاريخ بلاده هو أمر مهم للغاية، وهذا يساعد على تنمية التقارب بين القبائل لكي يعملوا معا ويعيشوا مع بعضهم البعض بسلام وأمان، حيث تساعد معرفة الأعراق والقبائل وتواريخها على فهم بعضنا البعض جيدا، ويساهم الحفاظ على تراثنا وثقافتنا في تعزيز سياحة الاقتصاد الوطنية. ويعتبر التراث والسياحة في إثيوبيا مصدرا من مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد عن طريق السياحة في البلاد. وأضاف أيضا أنه هناك بعض المؤرخين الذين يحاولون تجسد التاريخ الأثيوبي، لكن علينا الحفاظ على التاريخ كما هو، ويجب علينا العمل معا من أجل الحفاظ على تاريخنا لأنه جزر من عاداتنا وتقاليدنا الموروثة من أجدادنا. كغرام كأنيم كالو تركتوست ناريتيفس وست دائما ما يكون هناك تفاوت في روايات التاريخ، ولأن في إثيوبيا أكثر من 82 قومية، فإن الحفاظ على التاريخ كما يجب ونقله إلى الأجيال القادمة بكل دقته وتفاصيله من أجل أن يتعلموا من التاريخ ويستعدوا لمستقبل مزدهر للجميع. لتتي اللبت من رجع الله بتصفه لتارق بتشلع الله